مشروع عقدة المواساة هو مشروع حضاري، مشروع خدمي مهم، انه ظرف ازمه، ظرف حرب، ظرف حصار، والدوله مو بس عم بتستمر بتاديه الخدمات الضروريه للمواطن، انما عم تقوم بمشاريع تطويريه تحديثيه مثل المشروع الحضاري. العمل يبين معنا مو نظري. بسرعه، العمل بسرعه، يعني ما نضل في سنة أو سنتين. كامل المشروع إن شاء الله يتنفذ خلال 300 يوم. الزحمة كتير لدرجة لا توصف، إذا الواحد بده يفوت على المشفى بده ساعة يعني بيموت وما بيوصل. هذا النفق اللي عم يعملوه هون بالمواساة بيخفف علينا كتير زحمة يعني ووقت. نحن حاليا بمشروع عقدة المواساة مشفى الأطفال. المشروع هو عبارة عن عقدة بإحدى عقد محور يمتد من الجندي المجهول باتجاه القابون. حاليا نحن عقدة المواساة مشفى الأطفال يتألف من نفق وجسر التعريض وجسر ثاني من طريق قصر الشعب باتجاه ساحة الأمويين ومحور الشامي. النفق أطول نفق بمحافظة أبو مدينة دمشق 524 متر. النفق عبارة عن نفق مكشوف، في عنا جزئين، في عنا جزئين مغلقين، عنا تحت ساحة المواساة هون مغلق، عند مشفى الأطفال كمان مغلق، بالإضافة لعملين صناعي جسر تعريض وجسر طريق قصر الشعب، وعنا أربع سيفونات، ثلاث سيفونات، سيفون الديراني، سيفون القنوات، وسيفون نهر بانياس، وبالإضافة لعبارة صندوقية على نهر بردة. اليوم التوقيت يعني ليش اليوم بلشنا فيه هي كتير مهمة نعرفها. تانياً قد ايه بدنا وقت لحتى ننجزه؟ تماماً، هلأ تمت دراسة المشروع عام 2009-2010 من قبل شركة هالكرو، تم إعادة تقييم الدراسة بعام 2021، تم تلزيم العقد لمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق، باشرنا اليوم بتنفيذ المشروع. هلا يلزم المشروع 300 يوم على الأقل من عقدة 17 نيسان باتجاه جسر الربوة. كامل 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 المشروع، كامل المشروع إن شاء الله يتنفذ خلال 300 يوم. نطلب من الأخوة السائقين أنه يتحملونا شوي، نحن عم نعمل يعني ونجتهد لخدمة البلد وإن شاء الله لصالحهم. لكن ما رح يتسكر شيء، يعني ما رح تتسكر طريق وأنتوا عم تشتغلوا؟ لا لا، هلا ما رح يتسكر أي محور، حتى لو تسكر محور بشكل جزئي رح عندنا حلول مرورية مؤقتة وبديلة. نحن يعني بالمرحلة الأولى أو بالمهمة الأولى أن نخدم مشفى الأطفال ومشفى المواساة، ما رح ينقطع السير عليهم أبدا، والطرق في طرق بديلة وفي يعني طرق حلقية بديلة إن شاء الله تأمن كل تيارات المرور المارة من هون. هلا كتير الناس بيسألوا إنه بكرة جاي الدنيا على الصيف، ليش ما بيكون في شغل مسائي؟ يعني ليش ما بيشتغلوا بالليل، ليش بيشتغلوا بالنهار وبيعطلوا المرور وهي القصص؟ ممكن تندرس هيك قصة بالمحافظة؟ تماما، نحن رح نشتغل بالمساء، نشتغل بس مو بجنب المشافي، بالأطراف البعيدة عن المشفى مشان ما نزعج المرضى الموجودين بالمشفى، رح نشتغل بالليل. يعني هي ممكن انه يتحول الشغل من النهار لبالليل منشان كمان الحركة المرورية؟ طبعا، ليلا مساء رح يستمر العمل. إذا نحن في عنا 300 يوم لإنجاز هذا المشروع. المواساة يعني أنتوا كيف بدكم تحفروا نفق والطريق شغال؟ طبعاً رح نحفر على عدة مراحل، قسمنا المشروع لستة مراحل تنفيذية تتم بالتتالي أو بالتزامن بما يتناسب مع الحلول المرورية، وإنه ما نقطع أي تيار مروري. يعني احنا بنأكد بانه ما رح يتم قطع اي طريق هون بعقدة المواساة، يعني ما رح تتسكر الطريق تماما. وحتى في حال نحن نسقنا مع ادارة مرور دمشق وهندسة المرور بمحافظة دمشق لإعلام الأخوة المواطنين أنه أي محور راح يتم تسكير راح يتم الإعلان عنه مسبقا. مشروع عقدة المواساة هو مشروع حضاري، مشروع خدمي مهم،
المهم عدة جوانب. أول جانب أنه بيسهل وصول المواطن لمنطقة مزدحمة بالأساس، فيها تفرعات لشوارع كتيرة، فيها مشفى المواساة الجامعي اللي هو أكبر مشفى خدمي وأكاديمي بالقطر العربي السوري، بيراجعوا آلاف المواطنين بشكل يوم، بيراجعوا آلاف الطلاب، الطب، طلاب التخصص، المواطنين. في عندنا مشفى الأطفال كمان هون قريب علينا، في مستشفى 601 كمان قريب علينا، الأسد الجامعي، في المدينة الجامعية. فالحقيقة كنا عم نعاني بالسنوات الماضية نحن ككوادر كمواطنين بمشكلة الوصول إلى هذه المنطقة، الازدحام، التأخير، الوقت، والوقت طبعا والزمن كتير مهم أحيانا بوصول الحالات الإسعافية، ونحن أكبر منظومة إسعافية أساسا بسوريا. فالمشروع كتير مهم إن كمشفى، مشروع استراتيجي، مشروع مهم، وتزداد أهميته نحن لأنه بالنهاية هذا العام في توجيهات كريمة من سيد الرئيس أنه يتم افتتاح أكبر مجمع إسعافي ليس في سوريا وحدها وإنما في دول الجوار. المجمع الإسعافي اللي هو بمرتبط مشفى المواساة بسعة 173 سرير وسبعنا 27 سرير عناية مركزة، هيستقبل 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية المستقبلة بالإسعاف المركزي الحالي موجود. فحيعمل نقلة، ونقلة استراتيجية، ونقلة حضارية أكيد. ده هيك مشاريع بجوز في شوية معاناة عدة شهور، بس نحن كسبانين هالمشروع الكبير على المستوى الاستراتيجي، وهو مكسب لسوريا. وبقدر بقول كمان أنه بظرف هون كمان قبعة ترفع على الدولة السورية، أنه ظرف أزمة، ظرف حرب، وظرف حصار، والدولة مو بس عم بتستمر بتأديت الخدمات الضرورية للمواطن، إنما عم تقوم بمشاريع تطويرية تحديثية مثل المشروع الحضاري. شو رأيك بالمشروع اللي عم تقوم فيه حالياً محافظة دمشق؟ تمام، كتير كويس. مشروع هون بيوسع الطريق أفضل، يعني كان الطريق ضيق قبل، أفضل هلا إذا بيوسع الطريق، يعني إن شاء الله هيك مشروع ناجح وموفق. كيف كان الوضع سابقا؟ كان الوضع كتير زحمة، يعني زحمة كتير لدرجة لا توصف. إذا الواحد بده يفوت على المشفى بده ساعة، يعني بيموت وما بيوصل. مشروع والله تمام، إن شاء الله يكون ناجح. كمان بيحلوا العقد اللي عن جسر الثورة كمان، لو يعملوا كمان نفق هناك، لأنه كتير عم نتعذب بالزحمة. بتعرف يلا السيارات كترانة، والخصوصا العمومي، يعني عم ناخد طلب اللي عم يستوعب معنا الطلب مثلا ربع ساعة عم يقعد معنا نص ساعة، عم يخسر معنا بين الأجار وبين ما فيني تقول لي رزبون زودي بالزحمة. دخلي مشكلة على المشفى والإسعاف، واللي بيصفوا هون على اليمين بيعملوا عرقلة. هلا إذا هذا بينجح المشروع كتير بيخفف أزمة، ممتاز، جيد جدا، بس بدنا نبقى على العمل يبين معنا مو نظري. هاي الفكرة أولا مشان تخفف الزحمة عن كافة الطرقات المؤدية للمزي، على الكراجات، على الأستراد المزي، على المعظمية، كل هذه الأمور بتخفف ضغط كبير عن هالطرقات اللي حكينا عنها. إن شاء الله بتكون الأمور منيحة وبينفذوا هالمشروع بسرعة كبيرة، وإن شاء الله بتكون الأمور كلها بخير. كتير منيحة فكرة النفق، كتير منيح. حرام الله يعين المرضى ولا اللي عم بيجوا بسيارات الإسعاف، يعني الله يعينهم إذا بدهم يصلوا بهيك وقت، يعني بيكون المريض ما بدي أقول لك شو بيصير فيه. كتير منيح، الله مشكورة جهودكم، وإن شاء الله يكلل العمل بالنجاح إلهي. عملية النفق منيحة، بتخفف ضغط، إنه كونه هون جهات عامة، قطاع عام، كل المناطق هاي، وقت بصير نفق بصير أريحية، بس ولكن السرعة، العمل السرعة، يعني ما نضل في سنة أو سنتين يوم مطر يوم برد يوم عطلت سيارة فرضا الماكينات. بالعكس الأمور هاي ناجحة، يعني عملية النفق منيحة كونه في جهات عامة نسبة كبيرة هوني. العجلة أفضل، وشكرا لكم المحافظ، بالعكس هذا اهتمام كتير منيح، يعني هذا صالح الشعب، يا صالح العالم، التكاسي، المواصلات، بتخف الضغط العجلة. نفق المواساة هلا بده يصير، طبعا الأحسن بده يكون، يعني حيصير إنه أفضل وأحسن. نحن بيجينا طلب على المواساة بنتوتر، وتنفوت على المواساة توتر، يعني شوفي فايدة الدنيا ببعضها، مو عارفان هذا الطريق ولا هذا الطريق. بكرة تصير نفق، يعني حتصير أسهل، أكيد حتصير أسهل، والما يعني المفروض انه البلد كلها تكون انفاق والصوره، يعني
بالنهايه يعني احنا بلد احنا تحدثنا وتطورنا، لازم كله يصير انفاق والصوره وبتصير غير حركه مروريه غير هيك. شوفي انت هالمنظر يعني حاولي تصوري مثلا، شوفي مالك عارفان شو عم بيصير، حاسه حالك عم تلعبي اتاري. فالله هيك يفرج يا رب، ان شاء الله يكون نفق منيح ويصير قلب العالم كله يا رب، وبالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا محافظه دمشق. والله عم تعذب كثير بالعجقه اللي عم تصير، اما هلا اذا صار نفق شغله ممتازه جدا جدا، والله شغله كثير حلوه. حضرتك من سكان المنطقه؟ انا من سكان هون، ايه من سكان هالمنطقه، يعني عم يصير اوقات عجقه عم نضل 10 دقائق لحتى نقدر نطلع من هون بس هذا الشارع. هلا اذا صار نفق خلاص ما عاد يصير يوقف بنوب، حتضل شغله ماشي على طول. هلا اكيد اي انفاق واي جسور بتصير بالبلد هي لتسهيل الحركه بشكل طبيعي، بقى اي معاناه بيصير فيها المواطن كان بالمواصلات بتصير اسهل له بكثير. يعني هلا نحن من اللي برجو انا شخصيا التنفيذ السريع والدقيق، يعني حتى نحن اذا بنلاحظ في انفاق مثلا بالامويين كانوا يعانوا شوي مثلا قصة المياه تصريف المياه، بقى اذا كمان الامور الفنيه هي تندرس بشكل دقيق هذا اكيد يعني نحن مع 100% ومع البلد وحداثتها يعني كلياتنا. ممكن انه يحتاج علاج بالشام المريض، جيبه من هنيك من الحسكه باتجاه الشام على المواساة مثلا يكون محول. ممكن احيانا نعاني هون بالعجقه بس مو اكثر، يعني ممكن مثلا هذا النفق اللي عم يعملوه هون بالمواساة بخفف علينا كثير زحمه يعني ووقت.